كان في شائعات انتشرت على السوشيال ميديا وبعض الصور المفبركة لمقبرة متهدمة. قالوا إيه عن هذه المقبرة؟ قالوا إن هذه الصور بتخص مقبرة أمير الشعراء أحمد شوقي ومقبرة الإمام ورش، طبعا صاحب إحدى القراءات السبع للقرآن الكريم. محافظة القاهرة نفت كل هذه الشائعات وقالت إنه ما تم تداوله غير صحيح، ولم يحدث أي إزالة سواء لمقبرة الإمام ورش أو حتى مقبرة أمير الشعراء أحمد شوقي. صحيح يا جزلي. أيضا في نفس السياق دكتور جمال عبد الرحيم عضو اللجنة الدائمة للمجلس الأعلى للآثار قال إنه الصور اللي تم تداولها تخص مقبرة عادية بنيت من فترة زمنية قريبة وملهاش أي علاقة بمقبرة أمير الشعراء أحمد شوقي.